عضو جمعيات كثيره جدا جدا في الروماتيزم والرزاق الى اخره. لو انا اقعد اقول لكم الجمعيات والجهاد اللي هو رئيسها مش هنخلص النهارده يعني. بس احنا يعني لغايه ما هو يحط البرزنتيشن بتاعته نقدر نحييه كده وهو عمال يشتغل كده ويقدر نفسه. تحيه قويه للدكتور سمير ضياء يتيجي يكلم. هو اللي ذكرنا عن انا سعيد جدا على فكره ان انا اجي هنا والبي دعوه عادل بيه الراجل اللي ليه تاريخ كبير ده مش الجمعيات والكلام ده كله سياده الوزير يعني. ومعانا طبعا اخويا الراجل ده ليه احمد سعيد على فكره ده صديق الصغر يعني وكل المؤتمرات اللي في الدنيا فالروماتيزم كنا بنحضرها مع بعض. انا شكرا لهم بقى احمد سعيد ومحمد ديب لقطوا المده اللي انت لقطتها. انا قلت استنى كده عشان الاستاذ ده هنتكلم على فكره عن تاريخ اليهود هي قصه لكن انا حطيتها في اسئله بمعنى انه السؤال والجواب عليها نمره واحد ليه بيسموهم ساميين؟ ده كله كتب التاريخ يعني احنا جايبينه. لا انا مش وصلتك مش هجاوب انا اللي هجاوب. فعشان بس الموضوع طويل شويه وهحاول اختصره عشان ما تزهقوش كمان. وبعدين الاثنين ما علاقه تقول بتاريخ مصر القديم مهم جدا. ده هو اللي خلاني عملت المحاضره دي على فكره لما جه مناحي الجيب ميتنج هنا مع الرئيس السادات واقفين قدام الهرم وبعدين الراجل بيقول له ايه؟ بيقول ايه طبعا الصحافه بتسال بقى مناحي الجيب يقول له انا سعيد جدا ان انا واقف قدام الهرم اللي بناه قدام وهو عارف انه كذاب. لكن دايما على فكره اليومين دول بيحاولوا ايه يعملوا تاريخ ليهم بقدر الامكان وملتصق على طول بايه؟ بالحضاره المصريه القديمه. لو بنشوف هنا يا جماعه التاني بقى ما حضرت اليهود بارض فلسطين هل دي فعلا افضل؟ ده احنا عندنا على فكره يعني هو الجزء المتدين بتاعهم هم اغلبهم عمالين على فكره اللي هم الصهاينه دول. لكن الناس اللي هم المتدينين لا يقول لك لا احنا مالناش وطن ابدا ده احنا في شتات الى يوم الدين. ودي مجموعه كبيره على فكره اسمهم اليهود الارثوذكس يعني هم دول حوالي 800,000 واحد في يعني اليهود لو نعرف عددهم 16 مليون ده هم دول 800,000 واحد موجودين وجزء منهم في اسرائيل وجزء منهم في امريكا مينلي في يعني ده الملخص المفيد يعني. فهم يعني هم جم على فكره في ارض فلسطين دي ترانزيت يعني سيدنا ابراهيم ما اتولدش فيها. هنشوف دلوقتي بالايه في البلد. طب ما عرفت اقول بشعوب العالم ده ما شافه المر من كل شعوب العالم. وعلى فكره الحركه الصهيونيه دي ما اتعملتش الا لما لقوا الاضطهاد المستمر من شعوب اوروبا عليهم. ولما قالوا بقى الفكره الصهيونيه قال لك انا طب كويس احنا نخلص منهم ويروح بقى في الحته دي ويبقى ايه زي الشوكه في ظهر الجماعه اللي هناك اللي احنا يعني اللي هو ايه مصر والدول العربيه والحاجات دي. لو بنشوف هنا حضراتكم وبعدين هل يهود اليوم هم يهود التمرات؟ يعني الناس اللي هم بقى العين زرقاء والصفه دي ولا شعر الاصفر والعين الخضر هل هم دول فعلا اللي هم من الناس سيدنا داوود؟ ولا دول الناس اللي هم اعترفوا اليهوديه سنه 740 ميلاديه اللي هم جايين من جنوب روسيا؟ يعني انا فاكر انا بعد حرب 73 جه مليون مهاجر من روسيا الى اسرائيل. اللي هم دول المخزن الخزان الكبير بتاع اليهود على فكره هم ده كل الناس اللي احنا عرفناهم سواء بقى بنجوريون ولا كل الجامعة الجموشيه ده كلهم جايين من اوروبا الشرقيه. سواء كان من اوكرانيا ولا من بولندا والحتت دي كلها ليه بقى؟ علشان هم اساسا اشكنازي ما لهمش علاقه بالايه؟ بالناس الشرقيين اليهود الشرقيين. وبعدين التاريخ الحديث اللي هو بقى اليهوديه وايه الفرق بين اليهوديه والصهيونيه؟ يعني المشكله ايه؟ ان الناس كانوا يطردون لما بيقولوا ان احنا يهود. قال لك الله طب ده هرتز ده جه وقال لك الله طب انا ليه ما جمعش اليهود واحنا معانا سلطه في كل حته في الدنيا
واعمل دولة لبلدي هوية أقدر أكمل في وسط الناس. وهو ده على فكرة أساس الإيه؟ الحركة السوفيتية. اللي قام بيها هيرتزل اللي هو الراجل ده أصله ده موجود في المجر وراح النمسا وكان بيشتغل صحفي وكان لسه شاب بقى جميل كده 34 سنة وعنده طموح كبير جدا فهو مفكر الفكرة دي ومشي فيها وقال لك الله طب ليه احنا ما نبقاش عندنا مين بقى اللي وديه في الموضوع ده على فكرة وعمل كتاب اسمه دولة اليهود يعني اسمه دولة اليهود لأن ما كانش فيه المفروض ما فيش دولة في اليهود على فكرة في الديانة بتاعتهم أو العقيدة بتاعتهم لكن هو قال لك دولة اليهود إن أنا أهرب من الاضطهاد الموجود في أوروبا وأروح أي حتة ما حددش على فكرة فلسطين يعني هو جه الراجل ده وقال لك إيه يعني لما جم راحوا بعد كده بعد المؤتمر الصيني الأول وخدوا بعضهم وراحوا فين في فلسطين اللي عند السلطان عبد الحميد اللي هو كان ساعتها مغني تركيا هو اللي كان مسيطر على منطقة الإيه الشرق الأوسط فقالوا له احنا عايزين نعمل ألبوم ولا شيء في الأرض فعملوا المؤتمر اللي بعده في لندن وقال لك لا طب احنا هنعملها بقى في أوغندا ولا في الأرجنتين وابتدوا على فكرة يعملوا مستعمرات في الأرجنتين ده ثلاثة موجود لغاية دلوقتي يعني موجودين المستعمرات دي علشان يقدروا إيه لكن الناس دي بتاع الدين قال لك لا احنا لينا في فلسطين عشان احنا لينا تاريخ قديم في فلسطين ونشوف التاريخ القديم ده عبارة عن إيه الانشاء ده دولة الصين طبعا لما جه بن جوريون سنه يوم 15 مايو 48 وقال لك ان احنا ايه عملنا دولة اول ما قالوا الكلمه دي طبعا العرب كلهم ايه هاجوا وابتدوا يعمل لك ايه يهجموا على فلسطين وطبعا دي كانت اكبر خطا على فكره يعني الحرب 48 دي كانت مسيره للدول العربيه عشان هم لسه كانوا طالعين من الحرب العالميه الثانيه وعندهم كل العالم كله متكاتف مع اليهود بعد المحارب اللي حصلت وبتاع اللي عملها هتلر فيهم وكل الناس متعاطفين معاهم. وبعدين حتى ما كناش مستعدين لايه للحرب مش كده بس ده كان قائد القوات العربيه المشتركه اللي بتحارب اليهود راجل انجليزي اسمه جلوبر اللي هو اصلا كان قائد الجيش الاردني والقائد الاعلى للقوات العربيه اللي بتحارب اللي هو مين؟ الملك عبد الله. يعني اي كلام يعني هي مصادر وهي على فكره ما كانتش يعني الراجل بقى ده هو يعني الحرب دي اربع مرات ساعتها في اول محرك يمكن الجيش المصري وكان عدده 8000 واحد يعني اي كلام وصلوا لغايه قرب تل ابيب الراجل شاف الكلام ده قال لك وقف نعمل هجوم وابتدى بقى ايه يدوا سبورت للجيش اليهودي طبعا كل واحد فيهم كان ماسك بندقيه يعني 600,000 واحد كانوا موجودين كل واحد معاهم متسلح والعرب مفيش ده شويه قوات كده وبتاع لغايه ما حصلت المهزله بتاع 8 الهدنه هي السبب هو الراجل هو اللي عمل الهدنه اصلا يعني وده ابتدى الصراع العربي الاسرائيلي هو قال والله احنا لغايه دلوقتي يعني احنا عاملين سلام معاهم لكن بقيت الدول مش عاملين سلام معاهم يعني بقول ستيل يعني ايه في صراع بيننا وبين والجميل في الفكر السوري هو الراجل يعني يقول لك ده يقول لك ايه يقول لك الدوله الوحيده في تاريخ في العالم كله اللي ما لهاش حدود هي اسرائيل ما عندهاش حدود لغايه دلوقتي يعني الدستور بتاعها لا يعين حدود لكن الجماعه بتوع رجال الدين يقول لك لا عايزين بقى من النيل للفرات ومن مش عارف ارض لبنان غابات ايه غابات ارض النخيل ها؟ لا مفيش كده هي كده هو يعني ونقول في اي حته مشي عليها سيدنا ابراهيم هي دي بتاعتها يعني انا فين عن ايه؟ لا ده المحيط الخليج ابدا ده هو هم عاوزين العالم كله على فكره مش المحيط الخليج ابدا هم بيسيطروا يعني هو الحركه السنيه الكبيره ده يسيطر على العالم كله مش المحيط الخليج المحيط الخليج يعني اللي قالها لك عرب يعملوا اتحاد وبعدين كلمتين بس في الاخر عن القدس عن القدس الشريف على اساس ان دي بلد على فكره قليله 4500 سنه مش حاجه جديده ده سيد ده قبل ما يتولد سيدنا ابراهيم يعني هي موجوده قبل ميلاد سيدنا ابراهيم قبل زور اي حتى اليهوديه كمان وبعدين سنه 1000 ميلاديه يعني معموله سنه 2500 قبل الميلاد
ألف ميلادية قبل ألف قبل الميلاد، سيدنا داود خد السلطة من الفلسطينيين، وخد الكنعانيين أصلا. وبعدين بعد كده عمل أور سالم، دي كان اسمه أور سالم، عملها اسمه أورشليم وعملها عاصمة لما خد السلطة في المنطقة. وبعدين عمل فيها الهيكل بعد كده وبتاع هيكل سليمان لكن وكل على فكرة كان ترازيك، يعني ما كانش يعني تاريخ ثابت في المكان يعني. وده المراجع اللي احنا واخدين منها، يعني كان في مرجع هنا مهم هتلاقي فيه صور ابيض واسود اللي هو ايه، هو المرجع اللي هو هيستوري اوف نيشنز. لكن انا كنت واخده معايا لما كنت في المنتدى، ففي بقى بعض الصور كده عشان بتمثل يعني الحاجه دي. احنا عارفين على فكره عارفين طبعا حادثة الطوفان، حادثة الطوفان ده معناها ربنا سبحانه وتعالى حدد الجنس البشري اللي هو يعمر الدنيا بثلاثة، سام وحام ويافس. سام ده اللي هو ابن كبير اللي هو كان عنده يمكن كام وستين سنة أيام بتاع الطوفان، 10,000 سنة، وفضل إن هو يقعد في المنطقة بتاعتنا، يعني فضل إن هو يقعد في شبه الجزيرة العربية، كان إيه؟ كان قاعد في المنطقة دي كلها. حال بقى ده كل الافريكان منه والجنوب شرق اسيا الابروجينز اللي هم ايه؟ بتوع السودان اللي هم السكان الاصليين. يافس بقى ده اللي هو اصغر واحد فيهم وكان موجود فين؟ في وسط اسيا وكل الشعوب الاوروبيه والاسيويه منه. يعني هو ده البيزكس بتاع ايه؟ بتاع العالم. نكمل ولا لا انتوا؟ هكمل حاجة جميلة. دي على فكرة منطقة الهلال الخصيب اللي بيقولوا عليها. قال لي حضرتكم هنا، قال لي العراق وشمال سوريا وأرض كنعان، دي بيسموها منطقة الهلال الخصيب اللي فيها المية والقدرة والخير يعني. القبائل الإسلامية أهل هنا وفي المنطقة الشمال دي شبه الجزيرة العربية. وعمل حاجه اسمها الخزان البشري والقبائل الساميه. لكن ده النتيجه هنا صعبه شويه، فابتدوا يتحركوا فين بقى؟ يعني اول ناس على فكره هاجموا من المنطقه دي منهم كانوا الجماعه الكنعانيين دول 3000 سنه قبل الميلاد، واعرف حكم اعرف ايه في ارض فلسطين. وبعدين بعد 1000 سنه وبعدين عملوا مدينه يابوس زي ما قلت لكم بعد 500 سنه من اقامتهم، عملوا حاجه اسمها ايه؟ مدينه يابوس اللي هي القدس دلوقتي. وبعدين بعد 1000 سنة من هجرة الكنعانيين أجداد سيدنا إبراهيم هاجروا إلى المنطقة دي اللي هو إيه؟ يقول اللي هو جنوب غرب شرق نهر الفرات. وسيدنا إبراهيم اتولد في البلد دي على فكرة، قول دي يو آر أو ألف واو. وطبعا إحنا عارفين حادثة سيدنا إبراهيم لما إيه؟ هدم الأصنام وأهله خدوه ودوهم في النار، وطبعا إيه ربنا أنقذهم وقالوا إيه؟ اطلع بقى في رحلة بعيد عن الناس دي. فأدي إيه؟ أدي الصورة اللي من الكتاب اللي قلت لكم عليه، قال سيدنا إبراهيم ومعه سارة ومعه أخوه سيدنا لوط، وانطلقوا في رحلة عكس عقارب الساعة إلى الحضارة، الحضارة في شمال سوريا، وبعدين نزل إلى أرض كنعان، وبعدين من أرض كنعان نزل إيه؟ إلى مصر، وبعدين قعد في مصر 5 سنين ورجع تاني إيه؟ إلى أرض كنعان، ومعاه مين؟ معاه هاجر. هاجر اللي هي إيه؟ اللي هي المصرية اللي هي أبو الإيه؟ او ام دي ام الخط العربي من سلاله سيدنا. وعلى فكره ادي العيله بقى كلها، يعني ادي العيله، ادي سيدنا ابراهيم وبعدين ادي ساره وبعدين ادي هذا خليفه اسماعيل. ومش هنتكلم احنا عن اسماعيل، لا يعني هنتكلم بس على ايه؟ على الشيخ الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو ساره خليفه اسحاق. وبعدين اسحاق راح مخالف مين؟ يعقوب او ربنا سماه اسرائيل. يعني احنا على فكره بنتكلم عن ايه؟ بني اسرائيل، عيلة سيدنا اسرائيل. فاسرائيل يعقوب راح متجوز 4 ليه؟ او رجل وزوجه وبنات، وخلف 12 عيل. ال 12 عيل دول بيسموهم الاصفار اللي هم ال 12 صبغ او ال 12 قبيله بعد كده من اولاد سيدنا يعقوب. وبعدين لو بنشوف على فكره اهم 4 منهم في اللي هم اولاد سيدنا يوسف عشان هم علاقتهم بمصر. وبعدين في الابن الكبير اللي هو يهوذا، اليهوذا ده على فكره من نسله داوود وسليمان. وبعدين بنيجي في واحد اسمه ليفي،
دي في بقى ده اللي هو ابو مين؟ ابو او جد سيدنا موسى وهارون. وبعدين سيدنا موسى على فكره ما خلفش اولاد، لكن كل الانبياء جايين الناس لايه؟ سيدنا هارون عن طريق آل عمران. يعني هم دول الايه؟ الخريطه بتاعت العيله او ايه؟ بتاعت سيدنا ابراهيم. فاهمين الكلام ده؟ نكمل؟ طب ايه ايه علاقتهم بتاريخ مصر القديمة؟ أما تاريخ مصر القديمة على فكرة ده حاجة يونيك لوحده على فكرة، يعني ده أكبر حدث في تاريخ البشرية. لما جه الملك مينا سنة 3100 قبل الميلاد وحد القطرين، وبعدين الدنيا كلها قبل كده كانت طبعا قبائل بيتناحروا مع بعض ويتخانقوا مع بعض، لكن جه الملك مينا عمل جيش قوي وابتدى يعمل ايه؟ دولة اللي هي مصر. يعني اول دولة انشأت في تاريخ البشرية كانت مصر. عشان كده لما جه بايدن هنا قال لك الله ده انا قاعد هنا في ام الدنيا. وتش اسلوب يعني هو ده كلام المظبوط. ان هو العالم كله على فكرة مش احنا اللي بنقول. وبعدين الراجل ده فكره كان راقي جدا، فقال لك الله عشان اسيطر على الحتتين دول هعمل دي مدينة في النص اللي هي منف اللي هي المدرشين دلوقتي اللي هي في الجيزة هنا. وعمل حواليه على فكرة سور ابيض جزء منه موجود لغايه دلوقتي. ده على فكره عظمه التاريخ المصري القديم يا جماعه. التاريخ المصري القديم ده هم سجلوه على الحجر. يعني احنا ما بنتكلمش من الهوا لا ابدا، ده هو كله متسجل. يعني انا عندي مثلا محاضره عن الجيش المصري عبد الله منصور. لو فهم الجيش المصري في الدوله القديمه ده هو متسجلك بالمعارك، المعركه كذا انا معايا كذا جندي، انا رحت عملت الخطه الفلانيه، رجعت معايا كام اسير وكام مش عارف الحاجات دي كلها، ده كلها معموله مسجله بالكامل وفيها الخطط العسكريه اللي هم خدوها قبل كده. يعني مثلا لما شفت خطه الثالث ده كان عمل اول امبراطوريه في تاريخ البشريه. والخطه بتاعته على فكره بكل قائد بينجح بيستعملها. ان هو التفاف والتطرق والمفاجاه هو ده اللي عمل، هو اللي اخترع عن ايه؟ الراجل ده بالخطه الثالثه. اللي انتوا شفتوا الموميا بتاعته هو جاي منين؟ بتاع الموميات اللي هو بتاع التحرير لغايه ايه؟ لغايه العين السيره. لغايه العين السيره. اعظم ملك العالم واول امبراطور في التاريخ واول حارب عمل في مصر في 17 معركه مهمه. ايوه ايوه واول فتح العسكريه في العالم. ودي على فكره بقى نقول ان دي اول نبذه في تاريخ حضاره الايه؟ على فكره لما ابتدت الحكايه دي ابتدى يحصل ايه؟ العلوم كلها بقى العلوم كلها ابتدت تبان. لو بتشوف انت العلوم اللي قدمتها مصر كل العلوم طبعا الطب والهندسه، يعني مين العالم الحرم ده؟ ده راجل مهندس مهندس. وبعدين مين اللي بيحدد لك الزاويه اللي هي بتاع الهرم؟ ده فلك، علم فلك. مين اللي بيعمل اول ناس استخرجوا المعادن في العالم؟ المصريين. انا كنت بدي محاضره عن الكيمياء في مصر القديمه عند مع السيد مشعل الوزير سيد مشعل، فبقول لهم فقلت لهم جبت لهم التاريخ بتاع الكيمياء وكل الحاجات احنا مكتشفين المعادن دي كلها على فكره. يعني احنا ما بنقلش من بلدنا، احنا يمكن للاسف احنا همينها شويه، لكن بلدنا هي ام الدنيا زي ما بنقول. كل الحضاره طالعه من هنا من مصر. امال ايه اللي حصل؟ انا ما اعرفش. لا بس يا دكتور احنا لو طب امتى تكون بقى مصر؟ يعني نقول بقى امتى تكون مصر؟ لو بنشوف برضه كده يا جماعه برضه تاريخ مصر فيه ايه؟ يعني هيكتب بمعنى ايه؟ الدوله القديمه، الدوله الوسطى، الدوله الحديثه دي الكلام اللي هو فيه حصلت العظمه والايه؟ النهضه الكبيره. لكن بينهم ايه؟ قال لي دي عصر النهضه، عصر النهضه دول ثلاثه اللي هو الدوله القديمه، الوسطى، الحديثه. وبعدين بينهم بقى فيه الايه؟ الهبوط والانحلال. الجيش مفيش جيش، مفيش دولة، مفيش حكومة، كل سنة متضايق، كل واحد هيجي لك من بره. ما هي كده. الهكسوس. ما هي كده، ما هو بقول لك سيبت البلد من غير حماية، كل واحد هيجي لك يخش لك ايه؟ بكل سهولة بره. وده اللي حصل فعلا في الايه؟ في التاريخ المصري القديم. هم جم امتى على فكرة بنى إسرائيل؟ لما جم الهكسوس هنا. الهكسوس ده تعبان عن ما دخلوش بحر ولا دخلوا الجيش. ده هم كانوا عندهم مجاعة. وكان ساعتها بقى مصر كانت ضعيفه شويه، ما كانش فيه لا جيش قوي ولا حاجه يحمي البلد، فابتدوا يتسرسروا يخشوا ايه ويروحوا فين؟ الشرقيه، اول حاجه تقابلهم فين؟ في الشرقيه، ومين اللي عند فاقوس؟ يعني فاقوس دي كانت هي ايه؟ السنتر بتاعهم، سنتر الحضاره بتاع الايه؟
اللي كانوا عايشين فيه الجماعه اللي بيسوسوا. وبعدين انا قعدت مستريح، ما حدش بيسالني انت مين ولا بتاع، بيجيب بقيه العيله وبقيه العيله في العيله وبتاع، وابتدوا ايه يسترسلوا لغايه ما خدوا السلطه من ايه؟ من اهل البلد. يعني هو ده الايه؟ اللي حصل فعلا في قعدوا 100 سنه وقعدت لما جه احمد مصريين وطلبت، لكن هم بدا السعيد دخلوا في الفتره دي. احنا عارفين طبعا قصه سيدنا يوسف لما جه، لما اخواته رموه في البير، وطبعا بيقول ان هو بقى هو بعد كده للمصريين واحد مصري، وبعدين طبعا ده نبي، فربنا وصله الى ايه؟ الى السلطه يعني. وطبعا هو كان بيقول له ايه؟ بيقول له حتى لما يوسف في الفتره يقول لك العزيز او الملك، ما يقولش الفرعون، عشان مين اللي كان بيحكم البلد في ذلك الوقت؟ اللي هو الجماعه يوسف. وكان احمس بقى يعني ابو احمس بقى اللي هو صنف بقى ده كان موجود في ايه؟ في الصعيد بيجهز عشان يقدر ايه؟ يحارب الاساس ودوره من الدين. قعدوا على فكره هنا كان عددهم كام بقى؟ عندهم قال لي سيدنا يعقوب وعنده اربع ستات وعنده 12 عيل والاحفاد، عددهم 66 نفر. 66 نفر. سيدنا يوسف قاعد في مصر هنا متجوز بنت اسمها اسنات ومخلف ولدين منسق افراد، يعني كلهم 70 بني ادم. يعني كل اللي كانوا موجودين في بلد اسرائيل في مصر لما جم استقروا هنا 70 بلد اعلى 350 سنه، وفعلا تكسر في المنطقه دي والحاجات دي كلها. وطبعا بعد ما طردوا الجماعه اليهود سوري الهكسوس هم كانوا موجودين، هم كانوا بيساعدوا الهكسوس، وزي حتى الكتب السابقه يقول لك ايه؟ يقول لك ابتدوا ينكلوا بين المصريين، ابتدوا ينكلوا بين بلد اسرائيل، اللي هم كانوا بيساعدوا مين؟ الجماعه الهكسوس دول. هي يزرعون ابنائهم القطرية ويستحيون نسائهم الحاجات دي كلها من ايه؟ في الفترة دي. وعلى فكرة كانوا ايه؟ بيعملوه كعبيد. فعمر العبد على فكرة لو هيعمل حاجة مكان ديني أو مكان مقدس في الدولة أبدا، كان دايما ايه؟ ولاد بقى اللي هم اللي بيعملوا الإنشاءات والحاجات دي. قعدوا 350 سنه من 1650 لغايه 1300، وبعدين بعد كده خرجوا بواسطه ايه؟ سيدنا موسى. طب نلخص بقى السؤال ده عشان نقدر نجاوب عليه على فكره، يعني لازم نجاوب عليه ثواني. هنجاوب عليه نبره واحد ادي هنا ايه؟ ادي اول نقطه، ادي مين واحد من القطرين؟ بناء على القطر امتى يا جماعه؟ 1650 وهم داخلين 1650. وبعدين 100 يعني 1000 سنه بين بناء الهرم وبين قدوم بني اسرائيل اللي كان عددهم 70 بني ادم، دول ما فيهم سيدنا يوسف. ما لهمش علاقه بالهرم خالص اطلاقا. قوم يا سيدنا يوسف. ما لقيتش فرق لا بين مسيحي ولا مسلم ولا اي حاجه من دول. هي دي اللي بيجي بس علماء ابن عادي في امريكا في عيد ميلاده عمل السلايفه وحللوها، قال لك 17% يهود ومش عارف كام في المية مسيحيين وكام في المية من جنوب افريقيا، يعني كده مخلط تخطيطها حلوه يعني. انا مسلم تحليل السلايفه بتاعته. ايوه في امريكا 17% جيوش وحاجات كده يعني. هي ده بقى شوف ابو دخل وكده، يعني شوف هنا انا بس جايب بتاع الداتا دي ليه بقى؟ ان انا بقول 1000 سنه بين بناء الهرم الاكبر وبين بناء ايه؟ وبين حدود بني اسرائيل مش عارف ايه 70 يعني، يعني مش عمرهم ما لهمش علاقه اطلاقا لا بحرم ولا اي حاجه. مش كده بس يا جماعه، ده احنا عندنا ده الراجل ده هو اللي بنى الهرم، هو اللي حط التصميم بتاعه وهو اشرف على البناء اللي هو حين ايده ده اللي هو ابن اخو الملك، والتمثال بتاعه موجود في كل التاريخ. فما علاقه لوط بارض كان عن ارض في الاسلام اتفقنا. هنشوف هنا ان شفنا سيدنا ابراهيم ايه؟ شفنا سيدنا ابراهيم جاي من ايه؟ اتولد في العراق وبعدين راح حرام وبعدين نزل الى ارض كنعان وبعدين نزل الى مصر
بعدين رجع ارض كنعان تاني واحفاده نزلوا مصر وقعدوا فيها 350 سنه وطردوا منها وقعدوا برضه كانت في ارض كمان شويه وطردوا منها. يعني وقتها حتى بيؤكد الايه المقوله بتاع الناس المتفائلين بتوعهم ان هم ايه؟ ان هم سيعيشون في شتات الايام. لو ده بالنسبه للايه؟ الكتب كلها بتقول الكلام ده على فكره وهم نفسهم اللي بيقولوا الكلام ده. هيجي لك انا السلايد الاخيره ده الكلام بتاع الاستاذ نفسهم اللي هم بيقولوا الكلام ده. الاسهم دي اللي بتقول عليها دي يعني ايه؟ ده خروج سيدنا موسى من مصر. يعني ايه لما قعدوا هناك 1300 وبعدين ده خروج سيدنا موسى من مصر. سواء 1300 1400 هو ايه يعني ده الحسنه اللي حصلت خد بعض راح جبل سيناء وتلقى الالواح وبعدين بعد كده ايه راح على حدود ارض كنعان وبعدين قال لهم يلا تعالى نخش قالوا لا احنا مش هنخش. فربنا فرض عليهم 240 سنة وسيدنا موسى على فكرة توفاه الله في الفترة دي. مين بقى اللي دخل بيهم؟ الفتى بتاعه وقال لفتاه اللي هو يوشع بن نون أو يشوع بن نون. فدخل يوشع بن نون المنطقة دي كلها اللي هي منطقة أريحة اللي هي موجودة فيها السلطة الفلسطينية. لما دخلوا هناك 12 قبيلة موجودين. طب هيعيشوا ازاي؟ ابتدوا ايه يحكموا بنظام اللي بيسموها القضاة. القضاة بمعنى ان هم 12 قبيله والله الهادي دي قويه النتيجه تحكمنا شويه الاخ ده قوي النتيجه تحكمنا شويه وده اللي حصل فعلا لغايه حتى كان اول واحده عندهم حكمتهم كان اسمها ابن مراه يعني واحده قويه زي الاستاذ هنا حكمته كان اسمها ابن مراه وكان في بدل تقول لك شمشون اللي هو اتجوز دليل اللي كان عنيه والحاجات دي كلها لكن لغايه ما وصلنا لواحد اسمه ايه؟ اسمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هم وقالوا للنبي لهم ايه اصلا ملك المقاتل في سبيل الله هو ده اللي هو الايه اللي هو كان النبي بتاعهم ساعتها كان النبي صميم قال لهم انت رحت لنا ملك زي ما لقيت المصريين عندهم ملك والاشوريين عندهم ملك وحاجات فراح بعت لهم قال لك ربنا بعت لكم واحد اسمه طالوت. النبي صميم ده يعني عنده رساله سماويه؟ ها؟ عنده رساله سماويه اللي هو ايه؟ النبي صميم. اه طبعا هو ده نبي. نبي. نبي منهم من يعني من ضمن الناس اللي هم اختاروه علشان كان نبي. انا مش هتكلم كتير. ولا اقفل انا ممكن اقفل. نبي صميم بس ما لقاش نبي كتير. لا لا ممكن من ضمن التاريخ يعني. وبعدين قال لهم ايه جالهم طالوت ده، طالوت ده ابتدى يلم الخبائل وابتدى يحارب مين؟ جالوت. جالوت ده بتاع الكنعانيين بقى. ده اللي عمال كبير ولابس دروع وبتاع والحاجات دي كلها. وعلى فكره كان زمان يحاربوا بعض ازاي؟ يقول لك ايه تعالى انت لو يعني القاده هم اللي كانوا بيحاربوا الواحد قدام الثاني وبعدين لو اتقتل خلاص يبقى المنطقه ايه؟ ما فيش حرب كافي وبعدين يستلموا السلطه الايه؟ للراجل الايه؟ اللي غير يعني وده اللي حصل فعلا ان لاسلك دول ما كانش بيحارب الراجل طالع علشان يشوف اخواته اللي هم بيحاربوا مع ايه؟ مع طالوت ضد جالوت فلقى الراجل ده واقف ويقول لهم شوفوا اي حد يغلبني ارض كنعان مفتوحه يعني ياخد السلطه مني من ارض كنعان. فربنا الهمه ان هو يضرب بالمقلاع في الحته اللي باينه في جسمه اغمى عليه جه سيدنا داوود راح مولده وقتل داوود ابو مصر. واتفتحت ايه وخد السلطه من ايه؟ من الكنعانيين. وعملوا عملوا عملوا دوله يعني هم عملوا دوله فعلا قال لي انا شوف بيسموها ايه؟ المملكه العبرانيه. طالوت ده حكم 16 سنه جه بعد كده داوود 40 سليمان جه 30 وبعد كده على فكره قسمه قال لك مش هنلعب مع بعض ال 10 قبائل فواحد جه اسمه ربعام ده كان قائد الجيش او راح هناك وخد ال 10 قبائل قال لهم انا هعمل دوله لوحدي وعمل دوله لوحدي وجه بقى ان سليمان ده كان ضعيف شويه فعمل دوله ثانيه اسمها ايه يهودا اللي حوالين منطقه الايه؟ القدس وقال الخريطه بتاعتهم على فكره دي موجوده من كتبهم هم انا مش جايبها من عادة. ده الكتب اللي هم بيسجلوا الكلام ده ادي هنا ادي ال 10 قبائل عملوا دوله اسمها اسرائيل والثانيه عملوا دوله اسمها ايه؟ اسمها يهود حوالين القدس لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بيقول لك تلك الايام ندورها بين الناس احنا ما شفناش ولا شعب في الدنيا خد السلطه وسيطر على المنطقه في ايه؟ ابدا يعني كل شويه تلاقي واحد ايه؟ طالع ويعمل احنا شفنا الكلام ده بعد الحرب العالميه الثانيه طلعت امريكا ولدت انجلترا وبعدين لقينا روسيا دي طلعت حتى روسيا سنه 1800 1906 حللت
وبوتين بيحاول يرتاح تاني لكن مش عارف دلوقتي يعني حتى شفنا الكلام ده ايه بقى ايه عايشين يعني فهو ده ايه سنه الحياه يعني فبتيجي حضرتك بعد كده ده في على فكره ده في مئات الانبياء ما حدش يعرفهم عالم مش هو قال لك كده يعني كتير جدا حد دخل في الشرق لو نشوف يا جماعه هتلاقي بقى ايه في المنطقه دي بس بتاعتنا اللي هو المنطقه اللي فيها التاريخ القديم هتلاقي بقى مين هتلاقي ادي هنا ادي الامبراطوره المصريه اللي قالت عليها الاستاذ الدكتور مصطفى جه بعد كده واحد الاشوريه جه بعد كده البابليه جه بعد الفارسيه جه الاغريق الكسندر الكبير شامل ايه الفرس جه بعد كده الرومان شامل ده وبعدين جه كده بقى بعد الدوله الاسلاميه بعد كده الغرب وهم هي دي الامبراطوريات اللي هي ايه اللي سيطرت على المنطقه حتى في الغرب زي ما قلت لكم كان بريطانيا الاول وبعد كده امريكا هي اللي ماسكه الشغل امريكا كانت حاجه على فكره قولي لي منها يعني ده 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 سنه الحياه وده سنه الايه يعني ربنا اللي حاططها في الايه في الارض فايه اللي حصل بقى؟ في واحد اسمه سرجون الثاني من مصر دي خلاص مش عارف تسيطر على ايه على المنطقه جه واحد اسمه سرجون اللي هم الاشوريين دول وهم جم مصر على فكره في الاسره 26 حاجه زي كده فهم فجم احتلوا المنطقه دي كلها وبعدين لقوا اسرائيل اهل اسرائيل دي بتاعنا شيء وراح ايه شايل ايه الدوله شلل الوجود على فكره بمعنى ايه؟ ان هو جه وهجر الناس اللي فيها وجاب ناس اللي بره المشهد اللي بيقول الكلام ده هو العهد القديم بيقول الكلام ده شوف قال العهد القديم بيقول ايه؟ بيقول اقامه ترحيل اليهود الى حران وفاروق فارس والخمور والقدس يعني الجزء من البلاد اللي هم السكان الاصليين دول خدوا ورماهم بقى في الحته دي ده مش كده بس يا جماعه اللي هم عاد بيسموهم ايه؟ بيسموهم العشر قبائل المفقوده مش عارفين فيهم لغايه دلوقتي اللي هم مش عارفين راحوا فين حتى دلوقتي في التراث اليهودي يقول لك ما نعرفش راحوا فين يعني عارف انت بقى يسال يقول لك ايه يقول لك الله ده في افغانستان هنا قبائل اسمها قبائل بشتون اللي هي طالبان جزء منهم طالبان وعندهم عادات على فكره زي اليهود لكن دول اسلموا خلاص يعني طلعوا المسلمين وطلعوا ايه جزء منهم ايه اسلموا يعني هم يقولوا حتى الهاد دول ممكن يكون ال 10 قبائل مفقوده ولا لا على اساس انهم عندهم الايه عادات اليهود انا كنت في رحله الى بريتش ميوزيم لقيت الصوره ايه بتاع سرجون الثاني عشان بناكد الكلام ده او ادي سرجون الثاني ومع صدرجان وبتاع والسيد بتاعه حاجات راجل شيك قوي وبعدين مش كده بس وبقيت اللوحه ايه يعني شوفوا يا جماعه لقيت الايه اللوحه دي تصور ادي الراجل ادي الاشوري اهو ودول بني اسرائيل كل واحد شايل الاذان بتاعه وبيطلعهم بره ايه بره المنطقه يعني شوف الكلام ده يعني ويتش از ترو يعني هو كلها مستبدده يعني كلها يعني ايه ثابته في حتى في العهد القديم موجوده وفي حتى ايه على الرسومات الموجوده او وده بيسموهم العشر قبائل المفقوده نيجي بعد كده ما فيش غير القبيلتين دول اللي هم بنيامين ويهوذا حوالين القدس يعني لا على فكره يعني دول انت ما نعرفش راحوا فين لغايه دلوقتي لكن بيجي بعد كده مين يهوذا كملوا بقى تاريخهم بقى بيهوذا دي يهوذا بنيامين حوالين القدس اللي هو يهودا والدولة اسمها يهودا في واحد اسمه نبوخذنصر نبوخذنصر كان قوي جدا جه وراح شايل برضك يهودا ايه من يعني شوف انا ايه قلنا ان هو سيدنا ابراهيم جه من بابل من اخور راح ارض كنعان وبعدين مصر ورب ارض كنعان وبعدين احفاد نزلوا مصر واضطروا منها ودول جم قعدوا ورجعوا تاني بعد 350 سنه واضطروا منها ولغايه ما حصل حاجه اسمها الشتات الكبير ايام الرومان ده الرومان هم دول اكتر ناس شتتوهم على فكره في اللي هي في العالم يعني احنا بنقول هنا ايه شوف السد البابلي كان في 586 قبل الميلاد لغايه 1840 على فكره لم يكن لليهود اي سلطه في هذا المكان حتى ما كانوش موجودين لغايه 1840 لغايه ما جه محمد علي لما عمل المعاهده بتاع لندن وما كانش فيه ولا يهود على فكره في المنطقه دي كان يجي يحج بس يطلع فالمدير عملت مع الدوله العثمانيه لما حددوا اقامه محمد علي في مصر بس وخلوا منه المستعمرات بتاعته لما هزم الامبراطوريه العثمانيه سنه 1940 عمل معاهده لندن دي كان 1849
عملوا معاه ضغط 1940 وقالوا له ما تبنيش غير في مصر بس. والانجليز ابتدوا ايه يعملوا قصوريه مع الدوله العثمانيه وابتدوا يدخلوا استسلموا اليهود ساعتها. يعني حتى لما نشوف هنا عدد اليهود هجيب لكم هنا لوحه في الاخر عدد اليهود في اثناء الفترات بتاعه التاريخيه دي. ده كان اكتر واحد على فكره خلص عليهم هو ايه؟ هو الرجل. احنا بنقول على فكره تاريخ العالم بيتحدد بميلاد السيد المسيح عليه السلام لما بيقول ان قبل الميلاد وبعد الميلاد. وعلى فكره يعني لما اتولد السيد المسيح كان الرجل ده كان موجود اللي هو الروس الادومي ده كان موجود وقعد يحكم القدس لغايه 4 سنين ميلادي. لكن ايه بقى مين واحد اللي هو باتيتوس ده؟ باتيتوس ده اللي خلص على اليهود سنة 70 ميلادية ودخل وهدم القدس بالكامل وطرد اليهود بيسموهم الشتات الكبير. يعني حتى يقول لك الله ده احنا ممكن ده حتى الجماعة اللي هم راحوا القوقاز وراحوا اللي هو جزء منهم راحوا القوقاز وراحوا إيران وراحوا أفغانستان والحتة دي كلها وحتى راحوا الجزيرة العربية في المدينة وهم كلهم طالعين منين؟ من المنطقة دي لما ايه لما تيتوس طردهم كلهم بالكامل. مش كده بس ده في واحد تاني اسمه هيدريان 135 ميلادية قال لك مفيش ولا واحد يهودي هيعيش في منطقه الروس. مش كده بس ده راح مغير اسم ايه؟ اورشليم ده وعمل حاجه اسمها اليه كابيتولين. اسمها اليه كابيتولين يعني ايه؟ قال عشان في واحد روماني اسمه اليس كابريلس الحاكم الروماني بتاعهم فقال لك نخليها اسم الحاكم بتاعهم. حتى لما جه سيدنا عمر 636 ميلاديه فتح القدس كان في واحد اسمه سفرنوس هو البطريرك بتاع القدس. قال له خد قال المفتاح الياء ما كانش حتى ده حدث تاريخي موجود يعني مذكور في الكتب حتى غير دلوقتي. قال لي مفتاح الياء اللي هو ايه كان اسمها ساعتها الياء بعد ساعتها سيدنا عمر ايه سماها ايه بيت المقدس بعدها. يعني هو ده السيكونس بتاع ايه القدس كان اسمها يبوس وبعدين اورشليم وبعدين اورشليم في عهد داوود وبعدين الياء كابيتولينا وبعدين بعد كده ايه بيت المقدس. ملاش علاقه باليهود خالص على فكره غير بس ان هو كان خدع وعمل ايه عاصمه المول لمده 100 سنه حاليا. طب هل اليهود دول هم اليهود الطبقه؟ ما دي بقى برضه من الحاجات الكويسه اللي احنا لازم نعرفها يعني وقد ايه قد ايه ناس اصليين وقد ايه ناس اعترفوا يعني ادي هنا ده على فكره حدود الدولة الإسلامية أيام إيه؟ أيام الدولة الأموية. يعني قالي من الصين لغاية الأندلس فقال لك بقى تيجي نخش أوروبا كده وإيه نلعب فيها شوية ندخل الإسلام فيها. ففعلا عملوا إيه بقى؟ الجماعة بتوع الأندلس دول خلعوهم وطلعوا فين؟ طلعوا عدوا جبال البرامج ودخلوا لغاية بورتو باريس على فكرة. يعني وصل لغاية 70 ميل من باريس. لكن طلع بقى واحد اسمه شارل مارتن ده الراجل الفارس الألماني ده راح مجمع أمراء الغرب وابتدوا يقصقصوا الجيش الأندلس اللي من ورا يعني الجيش الأعمار المقدمة والقوة العسكرية الرئيسية وابتدوا التوقيت بتاعها اللي هو بيعيشه. فده إيه فده اللي حصل إنه لغاية ما عضوا على الجيش كله وحتى ساعات بيسموها معركة بلاط الشهداء وحرموا يخشوا بقى في الحتة دي. قال لك ممكن يخشوا منين؟ من الأرض القوقاز اللي هي حتة عند أرض الخزر. كان في هنا على فكرة ناس عايشين في المنطقة دي حوالي 4 مليون خزري موجودين في جنوب روسيا وابتدوا الأمويين يحاربوهم قعدوا 60 سنة يحاربوهم لغاية ما جه الراجل ده اسمه مروان بن محمد. مروان محمد ده كان آخر خليفة أمل الموجود على فكرة وهزم الناس دي وحطم الجيش الخزري بتاعه والحاجات دي كلها وهو راجع طبعا قابلوه مين؟ كان بداية الدولة العباسية فقابلوه وموتوا يعني خلص الموت ونسوا بقى المنطقة دي. فالراجل الخزري ده قال خلاص احنا بقى ايه مالناش علاقة بالجماعة دول تعالى نعترف ايه ان احنا ايه كان من ضمن اصحابه القريبين جدا واحد من نسل الايه اليهود اللي هم كانوا اضطروا زمان ايه في المنطقة دي او اضطروا ايام الشتات الكبير. فاقنع الراجل ده هو ده الدين الاساسي ولازم تخش جنبه. فعلا اعتنقوا اليهوديه معاهم 4 مليون خزري سنه 740 ميلادي وعملوا دوله اسمها الدوله الخزريه اليهوديه.
وسمى المشروب الخطيره السادسه عشر اللي هم موجودين دلوقتي على فكره اللي هم اللي فيهم نجوم السنين بالكامل اغلبهم متهيألي 90% منهم هم نجوم السنين اللي هم نجوم القبيله السادسه عشر. المعامل ده الدمره دي هي الخزانه دي وده على فكره عاملينها قبل ما تقول الدروس القصه ما كانتش موجوده في الفتره دي لكن جم قعدوا لغايه 740 لغايه 900 ايه